هل يجوز السفر إلى مكة والاختباء لحين قدوم موسم الحج يعني لعمل الحج؟ الأصل أن الحج في دولة معينة هي المملكة العربية السعودية، وهي الولي الأمر القائم على تنظيمه. لو لم تنظم هذا الأمر وتركت سداحا مداحا إلا يحصل مصائب وكوارث. إذن الانضباط والالتزام بالضوابط للعمل مطلوبة، ده بيت ربنا ما على رأسي من فوق، ما هو بيت ربنا الجامع، لو سبناه ليل نهار مفتوح يتسرق يستخبى في الحرمية، لكن ما يبقاش من باب ان انا اقفله قدام المصلين، لا، مفتوح للمصلين ولكن عند اوقات معينه يغلق لعله الامن والامان. ما كل ده تنظيم امور الحج والعمره. المملكه العربيه السعوديه معروف الحج في شعائر ومشاعر معينه، عرفه، منى، مزدلفه، مكه، المدينه. طيب في النهايه ده مكان محدد لا يتسع إلا لعدد معين، فالسلطات كل سنة بتحدد لكل دولة العدد والعدد المتاح منها ومن الداخل. لما يفتح باب زي ده، لو هنفتح لناس من باب طاعة لله وده عبادة ربنا، لما يفتح الباب ده وعدد أكبر، ده بيبقى عبء على السلطات اللي بتشتغل وعلى الجندي وعلى الموظف اللي بيشتغل، فوارد يحصل خلل، يبقى ده أذى. والأصل لا ضرر ولا ضرار، وأولياء الأمور في البلدان يسمع ويطاع فيما لا ضرر فيه، إنما الطاعة في المعروف. وده معروف ولا معصية؟ لا معروف، مش معصية عشان نكون منصفين. المعصية لما بيمنع التأشير عن المعارضين، ده معصية يأثم فيها، لكن تنظيم الحج والعمرة ده مطلوب. طب أنا استخبى لحد الحج؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن هو الحج يا جماعة مرهون بشروط شرعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحديث وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب السبيل ده هو المال والاستطاعة، ده قديما، دلوقتي والتأشيرة، وبعد التأشيرة القرعة لو بتحج على يعني تبع قرعة الدولة، وكل دولة لها عدد معين، ما جاش دورك خلاص، معاك الفلوس السنة الجاية اللي بعديها. طب مت والدور ما جانيش، لا إثم عليك. واضحنا الصورة يا أخوانا عشان الناس تفهم ليه بنقول نلتزم بالضابط، لأني هو فريضة عليك حينما تستطيع، في استطاعة متعلقة بيك، صحتك ومالك، في استطاعة متعلقة بالدولة المنظمة قدرتها على استيعاب أعداد